هنكمل باقي كلامنا عن الفايبروميالجيا، وهنتكلم في الفيديو ده عن التريتمنت اوف فايبروميالجيا. في 3 لاينز اساسيه في علاج الفايبروميالجيا. رقم 1 سايكوثيرابي اند بيشنت ايدوكيشن، وده لاين مهم جدا. رقم 2 الميديكال تريتمنت او العلاج الدوائي. رقم 3 الفيزيكال اند التيميتيف ثيرابي، وهنتكلم على كل لاين فيهم بالتفصيل. هنبدا باول لاين وهو السايكوثيرابي اند بيشنت ايدوكيشن، وزي ما قلنا ده لاين مهم جدا، ومع ذلك البعض مننا مش بيهتم بيه بالقدر الكافي وبيركز على العلاج الدوائي فقط. واهميه اللاين ده ان السايكولوجيكال اليمنت زي ما قلنا قبل كده له دور مهم في الايتيولوجي اوف فايبروميالجيا. واللاين ده بيشمل 4 حاجات مهمه. رقم 1 البيشنت ايدوكيشن، رقم 2 الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، رقم 3 موديفاي ذا بيشنت اكتيفيتيز، رقم 4 امبروف ذا سليب هابتس. اول حاجه هي البيشنت ايدوكيشن، بنحاول نفهم العيانه طبيعه المرض اللي عندها وازاي ان الحاله النفسيه بتاثر بالسلب والايجاب على تحسن المرض وفعاليه الدواء. تاني حاجه هي الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، وده مهم جدا في عيانين الفايبروميالجيا انهم يغيروا قناعاتهم وطريقه تفكيرهم السلبيه في المشاكل اللي في حياتهم، ويغيروا الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع المشاكل دي. فمثلا مهم اننا نتعرف على الاستريسورز والمشاكل اللي في حياه العيانه ونعلمها ازاي تتعامل معاها بطريقه متوازنه من غير افوره، وانها تبعد عن القلق والتوتر والعصبيه قدر الامكان. وهم نعرف ان في حاجه مهمه وكومن في عينين الفايبروميالجيا وهي الكاتاستروفايزنج، ومعناها انها بتهول الحاجات المشاكل والحاجات السلبيه اللي في حياتها وتعتقد انها اسوا مما هي عليه في الواقع. ومن هنا تيجي اهميه الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي عشان نغير طريقه التفكير السلبيه للعيان. هنضرب مثال نوضح بيه الكلام ده. طريقه تفكير العيانه في الالام اللي هي بتحس بيها، لو بتفكر فيها بطريقه سلبيه متشائمه هتقول انها الام شديده ولا يمكن تخف مع العلاج، لكن لو تغير طريقه تفكيرها هتقول ان الامي مهما كانت صعبه وشديده لكن ان شاء الله تتحسن وتخف مع العلاج. تالت حاجه موديفيكيشن اوف بيشنت اكتيفيتيز، مهم نفهم العيانه انها تقسم اشغالها ومسؤولياتها وترتب اولوياتها بحيث انها تقدر تمارس حياتها عادي من غير ما تعمل مجهود زياده يوصلها لدرجه التعب والارهاق. وفي نصيحه مفيده ممكن ننصح بيها العيانه ممكن تساعد في تحسين حالتها النفسيه، وهي انها تحاول تشغل نفسها وتملى وقت فراغها بهوايه او حاجه مفيده هي بتحب تعملها، مثلا تمارس رياضه معينه، تحفظ قران، تسمع برامج مفيده، تقرا كتب بتحبها. لو مثلا بتحب اشغال الابره او التطريز، او لو بتحب تعمل اصناف حلويات او ما شابه. فائده النصيحه دي انها لما تشغل نفسها بحاجه هي بتحبها ده هيرفع من معنوياتها وهيزود طاقتها الايجابيه ويبعد تركيزها عن انها تفكر باستمرار في المشاكل اللي مضايقاها ومسببه لها الالام واعراض الاكتئاب. وهي تنصح العيانه انها تحاول تجدد وتنوع كل فتره في الحاجات اللي بتعملها عشان ما تحسش بالملل. رابع حاجه هي امبروف ذا سليب هابتس، في كذا نقطه ممكن ننبه العيانه انها تحاول تطبقهم قدر الامكان عشان نساعدها انها تعرف تنام نوم هادي. رقم 1 المفروض انها تحاول تنام في مكان هادي مريح بعيد عن الدوشه. رقم 2 انها تحاول تبعد قبل النوم عن الحاجات اللي ممكن تسبب لها القلق والاسترس، لان القلق والاسترس بيسبب مصل تنشن ولخبطه في النوم. كمان مهم جدا نعرف ان الفتره اللي قبل النوم دي فتره مهمه جدا وبتاثر كتير في نفسيه العيانه، لان الافكار اللي بيفكر فيها الانسان قبل ما ينام بتستقر في عقله الباطن وبالتالي بتاثر في نفسيته وسلوكه. فمهم نفهم العيانه انها قبل النوم تبعد عن الافكار السلبيه الكئيبه اللي ممكن تحسسها بالاكتئاب. ممكن نساعدها انها تعمل بعض الحاجات قبل النوم اللي تساعدها انها تهدي اعصابها، مثلا تاخد دش ميه دافي قبل النوم، ممكن تشغل جنبها قران او تسبح او تشغل موسيقى هاديه. كمان في بعض الحاجات اللي المفروض تتجنبها قبل النوم واللي ممكن تسبب لها الارق، فمثلا تتجنب تناول المأكولات والمشروبات اللي فيها كافيين زي القهوه والسوفت درينك والشوكولاته. مهم برضو انها تطفي التلفزيون والكمبيوتر قبل النوم بفتره كافيه ساعتين ثلاثه مثلا. كمان الاحسن انها تتجنب عمل اكتيفيتيز جامده قبل النوم مباشره. كمان من الحاجات اللي بتساعد على النوم كويس بالليل انها تحاول تثبت ميعاد نومها وصحيانها عشان تظبط ساعتها البيولوجيه. كمان تحاول تتجنب النوم بالنهار. بعد كده هنتكلم عن اللاين الثاني وهو الفيزيكال اند الترناتيف ثيرابي، واهم النقط فيه رقم 1 الهوت فومنتيشنز اند هوت شاورز. مهم ننصح العيانه انها اول ما تقوم من النوم تاخد دش دافي وتنزل نقط الميه الدافيه على اكتر اجزاء في جسمها هي حاسه فيها بالالم والتكثيفه، مثلا في ظهرها او رقبتها، لان نقط الميه الدافيه لها مساج افكت فبتقلل البين والستيفنس. بس عشان يحصل الافكت ده لازم تكون مده الدش او الكمادات مده كافيه، يعني مثلا تلت ساعه. ممكن تكمل باقي اليوم تعمل كمادات دافية على مناطق الألم والاستفنس وعلى التندر بوينت بحيث تكون مدة الكمادات برضو كافية برضو مثلا تلت ساعة. ممكن تكررها مرتين ثلاثة في اليوم، وممكن تدلك دهانات موضعية بعد دش المية الدافية أو الكمادات. رقم 2 ممكن تعمل مساج للتندر بوينت. رقم 3 ننبه على العيانة إنها تعمل بعض التمارين زي تمارين الايروبكس والاسترتش. ممكن حاجه اسهل ان انا انصح العيانه انها تتمشى ولو كل يوم من تلت لنص ساعه،
المفروض انها تتمشى، مش بغرض انها تتسوق او تجيب طلبات للبيت، هي تتمشى في مكان فيه مناظر طبيعيه وبعيد عن الزحمه عشان تغير جو وتحسن من نفسيتها، وده هنستفيد منه فايدتين، منه ان اكسرسايز ومنه حاجه زي المديتيشن تحسن نفسيتها. رقم 4، ممكن نعمل اكو بانكتشر للتندر بوينت.